مشاهدي برنامج خبر الناس فقرة الرسالة، مرحبا بكم. تجربة اجتماعية جديدة، التجربة اللي غنشوفوا اليوم هي ديال السيدة اللي كتقول أن الأب ديالها تنازل على جميع الممتلكات ديالو وكتطلب من الناس أنهم يكونوا شهود على هذه الوثيقة هذه، وفي نفس الوقت كتعامل معاه بطريقة غير جيدة. نشوفوا ردود الأفعال ديال الناس كيفاش كانت. السلام عليكم. السلام خويا، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الله يخليك. هذا با وانا بنته ياك. يعني كاين هنا واحد المحلف، كاتب محلف هنايا، خبير محلف داكشي، طلب لينا واحد الشهاده وطلب لي جوج شهود، شاد لي واحد السيد وباقي لي سيد اخر. هذا اب ديالك؟ اب ديالي. شهدوا معاه. شنو اللي لا؟ شنو اللي لا؟ تسكت با اسكت. هات هات اخويا، هاي شتيها؟ كيفاش شي راه عطيتي اوراق رسميه وداك تخلي خدمه كتعاقب عليها؟ راه شي ورد الزور. كيفاش الشهاده؟ راه ما كاينش الشهاده. ولكن كاين ما كاين معني بالامر. كتقول لي شهاد؟ لا ما كذبش عليك. السوق قلقتيني ومشيت وجات حتى درتي تبعتي. عييت 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 عصبت. واش هو على هو كتعرف؟ وتعصبت وتعصبت. متفق الشريف على هذا الشيء؟ هذا السيد راه ما خصوش يمشي للطبيب بعدا بالي. ما كيفاش يمشي للطبيب؟ ما موعيش بهذا الشيء اللي بغيتي ديري ليه. كيفاش موعي؟ ما فهمت. زعما بحال ديري وكاله هو مرفوع بالي السيد، ما ماشي في الوعي ديالو. بس كنت طلعتك السري لما سكت. عنده زهايمر وكاين مرض البول الواليد وداك الشيء. بعافاك بعافاك الا ما سكت، الله يرضي عليك. وسكت ابا، خلينا ندوي مع الراجل. سكت سمعتيني؟ ها هي الشيء. انا نزلت على كل متي وانا قيد الحياه وفيك الله. علاش اخويا؟ هو معايا، هو معايا، هو عنده لاكارت ناسيونال. ها موتي قول لي لا ودي لي رفقك ولا نسيوك. كاين با، كاين با اللي معني بالامر. كاين والدي هادشي راه ما كيديرش، راه كنمسحك. كيفاش؟ شرح لي، انا ما فهمتش. شرح لي. هادي شهاده ديال الشهاده، ما عرفتش. شهاده وكاله. وكاله ديال عامه. ما يمكنش. انت راه واعي وعارف تبارك الله. وي وي قاري. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم قناه ميديا ان تي في. هذا مشهد تمثيلي. وجهك ماشي كيفاش هذه الدنيا فايته فايته. كيما كتبغوا ولاد والديكم بغيو ولاد الوالدين ديال الاباء رجال. كل شيء فايت وسيتو في العاصمه، بقى ما يفرح والمصائب لك حلاوه هذا. والسلام عليكم، الله يعاونكم. ما يمكنش انا نشهد. تنشهد ولا كان شي زواج، كان شي واحد كنعرفه، كان في العائله، تقدر تشهد بهذاك. لان شنو اللي خلاك تشك في هذه الحاله؟ واخا هي كلها مجمل هذه الحاله، هي كلها مشكوكه. شكرا بزاف على التدخل ديالك. هادو ممثلين ديالنا في المشهد هذا. خويا بالنسبه لهذه الحاله هذه كنعيشوها في المجتمع المغربي بزاف. كنلقاو بان الناس بحال هكا تيكونوا في هذه الحاله هذه، ما تيتعاونوش معاهم الناس ولادهم بزاف وداك الشيء. وتتجي بحال هذه الحاله هذا نورمال ما خصهاش تكون. خص ولادو يتعاونوا معاه، وخصنا ما ندخلوش في هذه المسائل. حنا مثلا انا دايز انني نشهد مع شي واحد ما تعرفش شنو واقع في العائله ديالو، ما عرفتش شنو. يمكن شي ندخل، نجي ندخل، ما يمكنش يكون طرف. يمكن شي. اسمع لي، شكرا اخويا. شكرا شكرا. قلتي لي ان هذا الشيء ماشي قانوني وهذا الشيء ما كيدارش. اي لان هذه اوراق رسميه، لان ما يمكنش الانسان غادي يشهد على شي حاجه سميتي يشهد في وكاله عامه والسيد ما عرف حتى شي حاجه والسيد غير داز الطريق ما كيعرفني ما كنعرفك. هذا الشيء ما يكونش، خصو ما يكونش. لان كاين الناس اللي كيبيعوا الشرف ديالهم الكرامه ديالهم بحال هكا بهذه الطريقه هذه، ولكن ما يمكنش. الله يحسن العون على كل واحد، ولكن هذا الانسان اللي عنده ضمير والضمير كيخدم على مولاه. شكرا على التدخل ديالك في هذا المشهد هذا. ومعنا الفنانه خديجه نومار والفنان محمد كملال اللي شاركوا معنا في التجربه ديال اليوم. خديجه، كيفاش كان التفاعل ديال الناس؟ اش غنقول لك، هي صراحه كان موضوع صعيب وصعيب بزاف باش الناس يوافقوا لك باش يشهدوا معك. الاغلبيه ديال الناس كلهم كي باش يتبرؤوا من الموضوع كيقولوا لي ما عندناش لاكارت ناسيونال. وكاين واحد النوع بغى يشهد معايا كيقول لي غادي نمشي نشهد معك تسنيني. وكاين واحد الناس اللي عندهم ضمير وخلق حي، اش قالوا؟ قال لك ما نقدروش اختي نشهدوا معك لان ما عرفناش واش باك هذا الشيء فيه مسؤوليه. هذا كيتهرب كيتهرب داك الشيء اللي كاين. كملان واخويا، الظاهره كاينه بزاف عاد وما خصهاش تكون. لانه شحال من واحد كيتلقى الانسان غير في الزنقه
الله يخليك اجي شهد ليا ما شهد ليا ما عرفتش بنادم علاش غيشهدوا الشهاده. كاين مساطر وقوانين. كاين مساطر وقوانين فعلا لان هذا الشيء صعيب. ما عمر الانسان ما يشهد غير داز من الزنقه او يشهد لواحد اخر. ما يمكنش. شكرا.